موضوع اليوم هو الرهبة. لم تكن مثل فلان ولم تخلق على شكل فلان، فأنت خلق آخر وشيء ثاني. إن مشكلة الرهبة هي أن تكون نفسك، هي قديمة قدم التاريخ، وهي عامة الحياة البشرية، كما أن مشكلة عدم الرهبة هي في أن تكون نفسك في مصدر الكثير توتر والعقد النفسية. أنت في الخليقة شيء آخر لا يشبه أحد ولا تشبه أحد، لأن الخالق جل في علا ما ميز بين المخلوقين. ليس من أحد تعيس كالذي يسبو إلى أن يكون غير نفسه وغير جسده وتفكيره. قال سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لكل صفات مواهب وقدرات، فلا يدوب أحد في أحد. إنك خلقت بمواهب محددة لتؤدي عملا محددا، وكما قالوا: اقرأ نفسك واعرف ماذا تقدم. الاعتماد على النفس. سيأتي الوقت الذي يصير فيه علم الإنسان إلى الإيمان، يعني الحسد هو الجهل والتقليد هو الانتحار، وأن يعتبر نفسه كما هي مهما تكون الظروف، أن ذلك هو نصيبه، وأنه رغم امتلاء الكون بالأشياء الصالحة لم يحصل على حبة ذرة إلا بعد زراعة ورعاية الأرض المعطاة له. فالقوى الكاملة في داخله هي جديدة في الطبيعة، ولا أحد يعرف مدى قدرته حتى هو لا يعرف ذلك حتى يجرب.